أزمة الخبز المدعم تتفاقم لدى الجزائريين، واختفاؤه لدى العديد من المخابز بات يؤرق المستهلك الجزائري. تعددت الأسباب، والنتيجة ارتفاع غير شرعي في سعره إلى حدود 20 دينار. إيه الفرق على نورمال؟ ما الفرق؟ هي القانون تاعها الفرق. الخبز المخير المخير 1500، كي تكون كوشه مليح وخبز مليح 1500. معليش الفرق من دعمات الدولة. الدولة إيه هما فاتوا كثر. كاين يبيعوا لك 15، كاين يبيعوا لك 2000، فرق كل واحد كيفاش. مي تشوف الله غالب مهنايا والله الحمد لله. تبريرات الخبازين عديدة، فالندرة في مادة الفرينة وشحها دفع بالكثيرين إلى التخلي عن إنتاج الخبز المدعم وتعويضه بالمحسن والشعير لتغطية تكاليف الإنتاج. أولا الفارينة ناقصة، سما الفارينة ماهيش كما كانت. كي تروح تجيب فارينة ما يعطولكش العدد اللي تطلبه. خبز المدعم ما تكفينيش نخدم بها ربع أيام. وثانيا المواد اللي يخدموا بها الخبز أي زادت في السومة. والله غيمنا احنا كبرونجية خبازين كامل تلاقينا غيمنا الخبزة وصلت حتى 1400، زعما تكاليف كاملة. رد تعاونية الحبوب جاء مخالفا، فحسبهم الأزمة مفتعلة وكوطة المطاحن لم تتغير، فأصابع الاتهام توجه للخبازين الذين يستغلون هذه الحجج لرفع أسعار الخبز المدعم إلى حدود 15 دينار. مشكل هذا تاع غلاء سعر الخبز ما هوش نقص في الكمية أو مشكل في المطاحن. المطاحن تدي الكميات المحددة لها قانونيا يوميا، وهنا كما تلاحظون يتم التوزيع. كل شاحنات تملأ أو تفرغ في ثلث ما بين في ظرف 3 دقائق إلى 5 دقائق، ونظن ماهوش المشكل تاع نقص المادة الأولية هي القمح الصلب أو القمح الليل. المشكل اللي راهو على مستوى المخابز، المشكل اللي راهو في الناس اللي حابة ترفع في السعر تاع الخبز. وبين السعر الرسمي للخبز المدعم المحدد بثمانية دينار وبيعه في الواقع بخمسة عشر دينار، المستهلك الجزائري الضحية ما يتطلب من السلطات التدخل العاجل لضبط الأمور.